فرانسوا، انا في عندي خبريه حابب تحكي لنا عنها اكثر. شفتك ليتي انا على السوشيال ميديا قمت بتجربه نيسان جي تي ار ال50 باي ايتال ديزاين. تخيل معي اسم سكاي لاين جي تي ار عمره 50 سنة، إيطال ديزاين واحد من أهم مكاتب التصميم بالعالم كمان صار عمره 50 سنة، جمعهم مع بعضهم تحفة من التحفات، روعة من الروعات. هذه السيارة كانت فكرة ما بين إيطال ديزاين وجي تي ار انه هيك نحتفل سوا بالعيد الخمسين. طلع معهم سياره سوبر رياضيه، عم نحكي تقريبا 720 حصان، عم نحكي بوزن اخف يعني يمكن عشوائي اذا بتحطوا لها جوانح السياره بتطير، حوالي 700 نيوتن متر تورك 0 تو 100 بعد ما اعلنوا عنه رسميا. بس تخيلوا اذا الجي تي ار العاديه كانت عم توصل ل 2.6، الجي تي ار 50 وين بدها تروح؟ فرانسوا لحظه، ارقامه هول رينيهون، انا عرفت انك انت سئت للسياره، انا هيدا اللي بهمني، شو انت احساسك خلف مقودة للسياره وانت سيء كثير من جي تي ار من اول جنريشن طلعت لهلا الجديده، شو الفرق؟ حتى افسر لك مزبوط، انت سيء جي تي ار، ضربهم ب 50 الشعور، ضربهم ب 50 يعني السياره صارت اول شيء اجمل، يعني بتفوت عليها انت مرتاح اكثر، هيك حاسس نفسيتك ناعمه اكثر، مرتاح اكثر، وبس تقعد بقلبها كمان الشعور كله بحضرك انه انت صرت خلص سيباستيان لاب، صرت 50 سنة صرت سيباستيان لاب هالقد ايه بتحس الشعور، وخصوصا اذا كنت موجود على حلبة يعني صار فيك تفتح لها مزبوط. هاي السيارة اللي سقناها نحن هي نموذج بعد منا الفاينل، ممكن بعد يتعدل فيها كم شغلي، ولكن المهم بالموضوع انه رح يتم انتاج 50 سيارة بس. حكينا عن كل شيء هون، شو عم نحكي مصاري؟ مليون دولار؟ يورو كمان يورو؟ لا تو ماتش، معك حق، يمكن بالمليون يورو تقدر تشتري 9 سيارات جي تي ار عاديه. جميع اللي بيحبوا الكولكشن بيحبوا يجمعوا هيك سيارات، هيدي فرصتهم. وانتبه انت عارف عم بتسوق سياره ما في منها بالعالم الا 50. الفكره حلوه بس مليون يورو ما قنعتني بعد.